يا الله يا كريم، السلام عليكم شبيبة، صح سحوركم، صح فطوركم. الإخوة اللي ربما راهم هذا وين يفطروا، جماعة نتاع كندا والمريكان والدول وين أنو راهو هذا وين عندهم الإفطار، والإخوة اللي ربما هذا وين راهم ناضوا. صباحكم بالخير. صحيت الأخ عبد الباسط، مرحبا بك الأخ فتحي، يا ربي يبارك فيك. أخ محمد، الأخ فيصل رفيق، أخ محمد عماري، أخ سمير، ربي يبارك فيك. الأخ يزيد، أخ محمد، أخ كشرود، أخ كشرود راك فكرتني بالأخ تاع المسيلة، أخ هشام، أخ كريم، ناصر، ربي يبارك فيكم الإخوة. المهم الإخوة كامل، صح لفطوركم وصح لسحوركم. الان مانيش نقرا في التعليقات، نحاول هو ان ندير تعليق حول البيان نتاع احمد طالب الابراهيمي مع علي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس، وكذا الرساله اللي وجهها للراي العام. وبطبيعه الحال مع هذه المداخلات اللي مره على مره يوجهها القايد صالح في شكل خطابات داخل الثكنات العسكرية وتحمل رسائل سياسية مختلفة. كاين بعض الشباب هكذا مع الأسف الشديد، خاصة من الناس اللي هما يعني زادوا هكذا في التسعينات، ما عندهمش خبرة، ما عندهمش تجربة، ما عندهمش فهم سياسي هكذا. وكاين شباب اللي الآن راهم دركم دخلوا في هذا الحراك سواء في الداخل ولا في الخارج، وربما اختلطت عليهم الأمور. كاين بعض الناس اللي راهم يسمعوا من انه كاين فيه تطهير داخل المؤسسه نتاع الجيش، راه كاين فيه سجن نتاع ضباط سامين، من بينهم جنرال توفيق، ومن بينهم واسمو جنرال طرطاق واخرين. فيه شخصيات سياسيه ايضا راهم موجودين داخل السجن، ومن بينهم لويزا حنون. وبالتالي شباب راهم يطالبوا بتغيير حقيقي، حابين يعيشوا في الجزائر أحرار، حابين يعيشوا في الجزائر كرماء، ومرات أنه يشوفوا بعض التناقضات على أرض الواقع، من بينها ضرب بعض الطلبة، تعدي في إراهم، يشوفوا باللي كاين فيه كيل بمكيالين، كاين بعض الناس اللي تم تقديمهم للمحكمة، فيه بعض الناس اللي تم تغميض كما نقولوا الأعين عليهم، إلى غير ذلك من الأسئلة اللي منها اللي هو موضوعي ومطروح، يعني يطرحوه الناس ومن حقهم ذلك. كاين ناس حابين يعرفوا، ولكن كاين في المقابل كاين ناس اللي هما يشكوا، وهذا الناس المشككين منهم اللي ربما عن حسن نية أو ربما عن جهل، ولكن كاين ناس مهمتهم هي التشكيك في كل شيء، وهذا الناس اللي هما مهمتهم هي التشكيك، هذو دوك الان نحاولوه هو انهم نتحدثوا عليهم، لانه هذا الناس ما مش يحوسوا على جال باش الجزائر تستقر، ما مش حابين الجزائر على جال باش تكون فيها حلول، مش حابين الجزائر هو انه تنهض، ما مش حابين الجزائر هو انه يكون هناك حل سياسي، هو انه الجزائر تصير دولة سيدة. وبالتالي هما كاين منهم اللي مش جزائريين اصلا، خاصة في الموقع نتاع الانترنت. درك لما نقولوا مثلا راهم ناس تشوفوا فيهم نتوما على ارض الواقع في الجزائر، قال مثلا هو واحد راك انت تتكلم معاه وراك على بالك به باللي راهو جزائري، سواء كان ابن المدينه نتاعك او ابن الحي نتاعك او ابن ولايه واحده اخرى، راك على بالك به، راك تتكلم معاه، راك تشوف فيه، راهو يشكك. قال مثلا درك انا راك تشوف فيه بالصوت وبالصوره،
وعلى بالك بيا باللي راني جزائري وراني نتحدث انا في الموضوع وراني نشكك، ولكن كاين ناس ماكش تشوف فيهم راهم بدي بسودو ما مش جزائريين اصلا مباشره. انك انت تطرح موضوع مثل ما الان انا راني الان يسقط عليك بالسب وبالتشويه وبكذا وبكذا بكلام باللي ما عندهم حتى علاقه بالاسلام، بالتالي هذا الناس ما همش جزائريين اصلا وراهم هما ماذا بهم باش تنوض في الجزائر. ودوك نقول لكم الاسباب علاش دوك نتحدث عليها في خلال هذه المداخله. اذا في اخوه اللي هما راهم يطرحوا في اسئله موضوعيه ما مش فاهمين، وبالتالي لابد هو ان الانسان يفهمهم بالتي هي احسن. درك الانسان اللي راهو فاهم الله يسهل عليه، راهو عنده هو متخذ موقف والله الله يسهل عليه. المهم الاخوه والاخوات، اذا كاين هناك بيان اللي هو داره احمد طلب الابراهيمي رفقه علي يحيى عبد المور ورشيد بن يلس. كاين بعض الشباب اللي هما يعني يطرحوا في اسئله مرات اسئله اعتباطيه خطر لا هما ما عندهمش التجربه ويطرحوا اسئله، مثلا يقول لك انا هذا واش ندير بها، انا هذا شيخ والله عجوز والله واش ندير به اصلا، هذا يدير بيان والله يدير رساله واش يهمني فيه اصلا، ما عندوش تجربه ما عندوش معرفه ما علبروش بالامور كيفاش راها تدار، وبالتالي هو يتكلم كلام هكذاك يعني هكذاك كلام مرسل بدون هو انه يفكر فيه والله يقرا له الحسابات نتاعو. هذو جهه. كاين الناس اللي هما درك لما ينتقدوا في هذا البيان ما ينتقدوش في المحتوى نتاعو، ينتقدوا في الشكل نتاعو، قال هادو شيوخ واش حنا نديرو بهم. او مرات هما ناس ينتقدوا في هذا اللحمة، لانه درك هذا احمد طلب الابراهيمي هذا راهو كان وزير خارجية وراهو كان مرشح للرئاسيات في 1999، ولو كان أجريت الانتخابات راه كان هو الرئيس. الناس اللي راهم عاشوا تلك الفترة راهم على بالهم بهذه المسألة. هذا علي يحيى عبد النور نفس الشيء، راه كان وزير، كان وزير في عهد بومدين، وبالتالي العلاقة بينه وبين أحمد طلب إبراهيمي هي ليست العلاقة نتاع 22 فيفري نتاع جماعة نتاع السلفي، علاقة قديمة. نفس الشيء فيما يتعلق بهذا رشيد بن يلس، راهو كان جنرال وراهو كان في البحرية، وهذه الشخصيات الثلاثة راهم شخصيات وطنية وعندهم مواقف قبل هذا الحراك نتاع 22 فيفري وقبل الانتخابات الرئاسية نتاع 2014، عندهم مواقف مشتركة. الفرق بين البيان المشترك وبين الرسالة هو انه هذا البيان المشترك اولا خيروا له المناسبه نتاع يوم الطالب، وحاولوا هو انه يوجهوا رساله مباشره لقياده الجيش، بمعنى انه دون لف ودون دوران هما على بالهم هذا راهو جنرال بن يلس، واحمد طلب الابراهيمي مثل ما كنت نقول لكم باللي راهو كان وزير خارجيه يعني مش انسان هاوي، واش انسان قال يلا نفحت له ارواح نديروا بيان مثل ما راهم يديروا جماعه في الشطحات هذيك وفي الخرجات هذ. هذو راهم شخصيات سياسيه وعندهم وزن سياسي في البلاد، ومنهم اللي راهو عنده علاقات دوليه، لما هما يتحدثوا ماشي يتحدثوا غير هكذاك برك من الفراغ، بالاضافه الى انه فيه في هذا الحراك مجموعه من الولايات وين انه حملوا صور تاع احمد طلب الابراهيمي وكانوا يطالبوا فيه على جال باش هو يترشح للانتخابات الرئاسيه، بل منهم حتى اللي اتصل به في وفود، مجموعه من الوفود من ولايات مختلفه كانوا يروحوا ليه ويطلبوا منه على جال باش هو يترشح في الانتخابات الرئاسيه المقرره بين قوسين نتاع 4 جويه. هو كاين الناس اللي درك هما راحوا لعندو هما اللي خرجوا الهضره، خرجوا الهضره كان المفترض هو انه ما يتكلموش اشياء اللي هو مازال ما قالهاش، سواء للامانه يعني انت دوك واحد راهو قال لك باللي راني رايح ندير بيان، قال لك باللي راني رايح ندير بيان راهو يسمى شغل عطالك سبق
صحافه مازال ما تحدثتش على الموضوع، وانت رايح تتحدث. هاو احمد طالب الابراهيمي رايح يترشح، قال لك هو راح يترشح، ما قالكش. انت راك تكذب، انت راك تالف من راسك. هو قال لك باللي رانا رايحين نديروا بيان مثلا في الايام القادمه. انت المفترض حتى يعني تتكلم بشكل احترافي او حتى تلمح. قال والله، قال مثلا راه فيه بعض المصادر مثلا راه تقول مثلا باللي احمد طالب ابراهيمي ربما في الايام القادمه راه راح يتخذ موقف من هذا الحراك بشكل يعني. انا مرات تكون عندي معلومات رسميه، وبصح حفاظا انه واحد يعطيك مثلا معلومات هو راه قدر بيك، او قال مثلا فضلك او ما قادرك او كذا، عطاك معلومات حصريه قبل ما تروح انت للقنوات الفضائيه والصحف وكذا. ولكن انا ما نتكلمهاش، ربما اشير لها بطريقه هكذا نجيبها في شكل قال ما على باليش انا يا مزحه والله كذا. والناس راه الناس اللي تقرا سياسه وراها تتابع والله على بالها، لكن باش انت تروح قال ها هو قال لي وها هو قال لي وها هو قال لي، ومن بعد تخرج فوس. دوك الشيء اللي حصل في هذا البيان هو انه كاين بعض الناس اللي هما خرجوا كلام على احمد طالب ابراهيمي وهو ما قالوش. بالتالي درك هو لما خرج البيان هذاك صدموا، لانه هما كانوا ينتظروا فيه من انه راهو رايح يعلن على الترشح نتاع الانتخابات الرئاسيه. وانا راني قلتها لكم في تسجيلات سابقه والكلام تاعي راه موثق، قلت لكم باللي انا احمد طالب ابراهيمي من خلال يعني العلاقات اللي كانت بيني وبينه لا اعتقد هو انه هكذا في اخر عمره يقبل. هو هذه راه تعتبر اهانه بالنسبه ليه باش هو يقبل على جال باش يروح مثل ما كانوا يروجوا في بعض القنوات الفضائيه وفي بعض الصحف وفي بعض الخطابات وفي بعض اللقاءات انه احمد طالب الابراهيمي راهو يترشح او رايح يقبل على جال باش هو قال مثلا هذا بن صالح يعينه رئيس مجلس الدستوري ومن بعد يستقيل هذا بن صالح ويصير هو احمد طالب الابراهيمي رئيس نتاع الدوله. الان رقم تاكدتوا من خلال البيان ومن خلال الرساله. الفرق بين البيان والرساله هو انه البيان هذا بيان مشترك، بالتالي فيه خطوط عريضه مثل ما قلت لكم في البدايه نتاع التسجيل هذا، ومن بينها خطاب موجه للقيادة نتاع الجيش وعلى رأسها القايد صالح، ني غوش ني دروات. خطاب موجه لهم خطر على بالهم باللي القيادة نتاع الجيش اللي تملك زمام الأمور ليست من الآن، راها دركا منذ البداية نتاع هذه الجمهورية التي لم تؤسس على أساس صحيح، والقيادة نتاع الجيش هي اللي تحكم. القيادة نتاع الجيش هي اللي مكنت بن بلة، القيادة نتاع الجيش هي اللي جابت الشاذلي، القيادة نتاع الجيش هي اللي أقلت الشاذلي، القيادة نتاع الجيش هي اللي جابت بوضياف، القيادة نتاع الجيش علامة استفهام على مقتل بوضياف، القيادة نتاع الجيش هي اللي جابت زروال، القيادة نتاع الجيش هي اللي دفعت زروال عجل باش يستقيل، القيادة نتاع الجيش هي اللي جابت بوتفليقة، والقيادة نتاع الجيش هي اللي خلعت بوتفليقة. باش تكون الامور واضحه. اذا كان دوك الناس راهم دوك يستعملوا في هذا الحراك من انه راهو الحراك دار ودار ودار، نحيتو بوتفليقه ونحيتو خوه سعيد ونحيتو التوفيق ونحيتو طرطاق. واش اللي منعكم باش تنحيو هذا بن صالح؟ والله القايد صالح، والله اي شخصيه واحده اخرى، واش اللي منعكم؟ حجه دامغه ما يقدر غير الانسان اللي هو يتعنت. وقلت لكم انا منذ البدايه الكلام تاعي راه موثق انه كانت فيه تنحيه للقايد صالح، وبالتالي هو دار عليهم. قلتها لكم راه الكلام تاعي موثق. درك القياده نتاع الجيش الان هي راه امام وضع
معقد، وبالتالي درك هاد الناس اللي راهم دوكما في الحراك كاين اللي مرات يقوموا بخدمه نتاع عملاء، سمحوا لي على الكلام ولكن هذا الكلام لازم الناس تعرفه، يقوموا بعمل نتاع عملاء ماشي للقياده نتاع الجيش وماشي الاحزاب السياسيه وماشي الناس في الداخل، وانما يقوموا بخدمه مجانيه للناس اللي راهم حابينهما على جال باش تتفجر البلاد. ودوك نتحدثكم على الموضوع هذا دون هو أنه نذكر الأسماء، والله يسهل عليكم كل واحد كيفاش يحلل، كل واحد كيفاش يأول، الله يسهل عليكم. إذن في هذا البيان هذا كان خطاب موجه لقيادة الجيش كون أنها هي اللي تحكم في زمام الأمور. أيضا في هذا البيان بعثوا رسالة أنه راهم من جهات مختلفة من الوطن، بمعنى أنه عمل مشترك عمل جماعي، وقالوا باللي مش من الناحية الموضوعية والناحية المنطقية هو أنه تجرى الانتخابات يوم 4 جويلية لعدة اعتبارات، ومنها هو أنه هذا النظام مازال هو قائم، الولات اللي عينهم بوتفليقة، رؤساء الدوائر اللي عينهم بوتفليقة، القضاة اللي عينهم بوتفليقة إلى غير ذلك، مازال النظام قائم، نحاو بعض الرؤوس لا شك في ذلك لكن النظام مازال قائم. راحت بن غبريط السياسة نتاع الغبرطة مازالها موجودة في المدرسة، ولعلكم شاهدتوا الفيديو اللي نشرته لكم البارحة نتاع المراقبة، كان فيه واحد الأخ من البليد بعث لي هذا الفيديو ونشرته، ومن بعد الأخ هذا يعني هكذا ربما ما يعرفش والله خاف هكذا يقول لك لا ربما كتصر عليه مشاكل، والله صرا هكذا نقاش بيني وبينه واللي تنزعت انا الفيديو، ما نحبش انا الانسان لما يمد كلمه هكذا ومن بعد يدور عليها ما نحبش، وقلت له باللي راني لما نحذفه راه يزيد يتضاعف النشر نتاعو، وهم الان راهم نشروه بعض القنوات الفضائيه، والهدف من نشر هذا الفيديو هو على جال باش يعني العائلات يشوفوا ولادهم واش راهم يديروا، والمجتمع كامل يعني مرأة مانيش عارف لا حامل والله هذيك مسكينة هكذا قاعدين بهدلوا بها قدام ربي وعباده، المسؤولية نتاعنا تاع المدرسة تاع الأسرة تاع المجتمع تاع الأساتذة تاع المدير تاع الرأي العام تاع من المسؤولية هذه، وهذه داخلة في الإطار هذا نتاع النظام هذا اللي احنا رانا نتحدثوا عليه. انت راك نحيت بوتفليقه ولكن راها مازالت البوتفليقيه موجوده، هذا الشيء اللي حبيت نقوله من خلال يعني الاستشهاد بهذا المثال. فهذا الناس هما اذا لما قالوا باللي الانتخابات نتاع 4 جويليه من الناحيه الموضوعيه ومن الناحيه المنطقيه يعني شيء مش منطقي ومش موضوعي هو انه تجرى الانتخابات، وبالتالي لابد لها من مناخ واحد اخر، بالإضافة إلى أنه هما وجهوا عدة رسائل، وجهوا رسائل للمجتمع، وجهوا رسائل حتى يعني الرأي العام الدولي، هاد الناس ما راهمش كيما نقولوا ناس راهين ينتقموا ولا راهم يحوسوا على السلطة، وإنما اقترحوا بديل، قال لك باللي لابد هو أنه تكون هناك مرحلة انتقالية، وكنت حتى عليها وسمحوا لي لك ان طولت عليكم، الناس اللي هما مزروبين راه لاسوري راه في يديكم، يعني ماكمش محتومين باش تريحوا، انا الكلام تاعي ثقيل نحب نتحدث هكذا. اذن الاخوه هما في هذا البيان وجهوا عده رسائل، قلت لكم الخطاب كان موجه للقياده نتاع الجيش باش ما نبقاش يعني في نفس النقطه، وجهوا رسائل هذاك راهو اسمه يحيى عبد النور راهو من منطقة نتاع القبائل، وبالتالي ما عندناش هذه المشكلة نتاع عربي وقبائلي، ما عندناش المشكلة هذه نتاع شرقي أحمد طلب راهو من الشرق، ما عندناش مشكلة مع الغرب إلى غير ذلك، وما ناش حنا رانا ننتقمو ولا رانا راهين نحوسو على جال باش نصفيو الحسابات، وإنما رانا نحرصو على المجتمع، والمجتمع اللي راهو طلبنا
راهو احمد الطالب الابراهيمي مثل ما قلت لكم فيه عده ولايات اللي هما طالبوا على جال باش هو يراس مرحله انتقاليه. درك الناس اللي هما راهم يحوسوا على جال باش احمد الطالب الابراهيمي هو يترشح في الانتخابات هذه نتاع 4 جويلية، انتم راكم اقترحتوه، بارك الله فيكم، انتم راكم اقترحتوه تشوفوا باللي المخرج راهو يتم عن طريق الدستور مثل ما راكم انتم فاهمين المسألة. هو عنده فهم واحد آخر لأنه هو ينظر للمسألة من منظار واحد آخر. وذوك نتحدث لكم على القضية، ذوك الفرق بين البيان والرسالة ما كانش فروق جوهرية. كاين بعض من الناس اللي مثل ما قلت لكم هو أنه صدموا، كانوا يعتقدوا من أنه أحمد الطالب إبراهيم راهو راح يقبل على جلب شوية يمشي لهم في هذه القضية نتاع 4 جوية، بالتالي خاب الظن نتاعهم. ولكن في المقابل كاين الناس اللي هما نيتهم صادقة ونيتهم سليمة، اقترحوا أحمد الطالب الإبراهيمي يشوفوا فيه من أنه شخصية وطنية وعنده علاقات دولية وتتوفر فيه بعض الشروط. ما عليهش هو أنه راهو قال تقدم السن به، ولكن للظروف هذه المحيطة بالبلاد سواء الإقليمية ولا الدولية هما راهم يشوفوا لابد من شخصية من هذا الوزن ومن هذا العيار على جال باش تقود مرحلة، يفضلوا على جال باش يكون عن طريق الانتخابات باش تكون عنده قوة فيما بعد هو يقدم على وضع أسس لدولة جديدة. هذا الناس النية نتاعهم سليمة ويقولونك باللي أسيدي معليش إذا كان لك مثلا ارتأت القيادة نتاع الجيش هو أنه تؤجل هذه الانتخابات، تجرى انتخابات على 2 شهر ولا على 3 أشهر، معليش حنا رانا اقترحنا على أحمد الطالب إبراهيمي، ما زلنا في هذا الاقتراح. هذو ناس الرأي نتاعهم سليم والنية نتاعهم سليمة، لكن بعض الناس اللي هما كانوا يحوسوا على أحمد الطالب الإبراهيمي منهم اللي هما النية نتاعهم خبيثة، وراها بانت مباشرة بعد ما هو وجه هذاك البيان رفقة الشخصيات اللي مثل ما قلت لكم بدأوا يحطوا فيه. صار أحمد الطالب الإبراهيمي زوافي وهو العربي القح، وصار أحمد الطالب الإبراهيمي حتى منهم سمعت وحدة حاطة روحها دكتورة ومانيش عارف أنا كذا، كانت تلعق في الحذاء نتاع بوتفليقة. ومن بعد صار أحمد الطالب إبراهيمي داعم في الجية، لحقوا لواحد المستوى من الحقد ومن الخبث لدرجة يعني بنت السريرة نتاعهم، يعني بمجرد هو أنه نشر هذاك البيان بان يعني كما نقولوا البيان هذاك دار شغل يعني كما نقولوا صفعة، وين أنه بانوا الناس اللي راها نيتهم سليمة في تقديم أحمد الطالب إبراهيمي والناس اللي كانت النوايا نتاعهم سيئة، خاصة من الناس هذو اللي كانوا يكذبوا كانوا يبلعطوا كانوا كذا، بانوا ذمهم. الفرق بين البيان والرسالة هو أنه في الرسالة، الرسالة تعنيه هو مش بيان مشترك، الناس لا يفرقون بين البيان المشترك وبين الرسالة الخاصة الموجهة للرأي العام. هذا ذكره هو وجه بيان مشترك. ذرك الآن في الرسالة مواقف نتاعو الخاصة، مواقف نتاعو الخاصة هو أنه كانوا ناس مثل ما قلت لكم أنه مجموعة من ولايات مختلفة وفود مختلفة تقدموا ليه واقترحوه، ومنهم اللي هو حدثوا على هذه القضية نتاع المرحلة الانتقالية ومنهم اللي حدثوا على قضية نتاع الانتخابات، لكن هما في 2 مجمعين على جال باش يكون أحمد الطالب الإبراهيمي رئيس. بالتالي درك هو مثل ما قال في البيان خلى الوقت، لأنه لو كان منذ البداية تكلم راه رايحين الناس يقولوا بلي هذا السيد هذا راهو يسالح سيف البوتفليقة، ودركا تسمك شغل راح بوتفليقة هو بدا يهضر. الناس اللي هما كانوا يطلبوا فيه، الناس هما اللي دومونديو فيه. درك هو توجه برسالة للرأي العام، وهذه الرسالة كانت عبارة عن مشروع فيه خطوط عريضة فيه عناوين، تحدث عن القضاء، تحدث عن الحريات، تحدث عن التكافؤ نتاع الفرص، تحدث عن التعايش،
تحدث عن المصالحة، تحدث عن التوافق، تحدث عن الجمهورية هذه الجديدة، تحدث على نوفمبر، تحدث على كثير من الأمور داخل هذه الرسالة، وكانت رسالة شاملة، يعني عبارة عن مشروع، عناوين نتاع مشروع. إذن وش هو اللي تغير؟ هاد الناس اللي هم درك راهم كانوا واقفين معاه، ومن بعد يعني مباشرة بعد نشر البيان، يعني شغل كأنه تسمى من جهة راه مع أحمد طلب إبراهيمي، ولما شافوا معاه علي يحيى عبد النور بن يلس طلعوا قرونهم. هو لا يؤمن بالإقصاء، لا يؤمن بالإقصاء، والمشروع نتاعو سنة 1999 كان ليلم الشمل. يا هل ترى الجزائر الآن في هذا الوضع؟ دوك الآن راح نوجه بعض الرسائل، خطر كاين بعض الإخوة اللي ربما مش منتبهين لبعض الأمور، وتأخذهم الحمية أو تأخذهم العاطفة، ويصيروا هما أنه يقولوا في أي حاجة. ومثل ما قلت لكم في بداية نتاع المداخلة نتاعي، منهم اللي راهم عملاء وما على بالهمش واش راهم يديروا. لازمكم تفهموا يا الإخوة، من أنه ذرك هذا القيادة نتاع الجيش الآن اللي راها موجودة، ذرك حنا لما نشوفوا الشكل نعرفوا لك مثلا المستوى نتاع القيد صالح، الخطابات هكذا في المضمون نتاعها، مش نتاع إنسان اللي راه عنده مستوى ابتدائي. الناس يعني راه عندهم مستوى وراهم مطالعين الأمور وراهم يوجهوا في رسائل، قادرين يكونوا المحررين مختلفين، ولكن الناس راه عندهم مستوى من الوعي. فالقايد صالح موش وحده، هذا مش سر، راه الإنسان اللي راه يتبع في السياسة يعرف السياسة، قرأ هو المنهجية، يعرف هو يحلل الخطابات، يعرف هو يستنبط الأفكار، يعرف يهز هو العناوين، يفهم باللي هذو مجموعة تاع ضباط، ما راهوش واحد راهو يتكلم. دوك حنا لما نشوفوا للواقع الجزائري ونشوفوا للوضع الجزائري ونشوفوا للوضع الدولي، نشوفوا سوريا استهدف الجيش نتاعها، نشوفوا العراق استهدف الجيش نتاعها، نشوفوا ليبيا استهدف الجيش نتاعها، نشوفوا اليمن استهدف الجيش نتاعها، شوفوا افغانستان دمرت، ومجموعه من الدول الاخرى، ونشوفوا باللي العالم الاسلامي هذا راكم تشوفوا في الوضع نتاعو كيفاه. نشوفوا بالجزائر من انها كانت محتله من طرف فرنسا، وفرنسا مازال الى اليوم الى تاريخ اليوم مازال عندها الارجل نتاعها، ومازال عندها الايدي نتاعها، ومازال عندها الاعين نتاعها داخل الجزائر، بدليل الكلام هذا اللي يقولوا فيه هما في هذه الخطابات. قال راهم اكتشفوا وراه ملقا وراه كاين فيه مكالمات وراه كاين فيه لقاءات وكاين فيه كذا. ولازمكم تشوفوا نتوما لهذا الوضع الدولي. دوك انت لما تتكلم على فرنسا، فرنسا ماهيش وحدها، فرنسا معها الاتحاد الاوروبي، كاين قوى دوليه راه حاكمه هذا العالم حبيت ولا كرهت. بالتالي الشباب لازمكم تاخذوا هذه الامور بعين حسبان وتبحثوا في هذه المساله، ماشي غير اي انسان هكذا تجي حاجه في راسه يلا يكتب شعار ما على بالوش واش راه يدير، او يدير يعني هكذا تسجيل وما على بالوش راه يدير. لازم الانسان يعرف واش راه يتكلم. فرنسا وراءها الاتحاد الاوروبي ماشي وحدها، كاين قوى دوليه، كاين درك راها قوى اللي وراءها امريكا، كاين قوى اللي راها دوك وراءها الصين وروسيا، وكاين الاتحاد الاوروبي. درك هذه قوى دوليه راها موجوده. درك كاين بعض الدول العربيه اللي راها قال مثلا هي اختارت الكون تاعها، اختارت قال امريكا راها ماشيه ثم، هي عندها صناعه وعندها اقتصاد وعندها
اسلحه راها تشري فيها من امريكا، وبالتالي راها كاين فيه تعاملات وامريكا ومن وراءها تفاصيل ما نرش دخل فيها، راكم تعرفوها. كاين الناس اللي راهم درك هما اختاروا فرنسا والتعامل معها، وكاين الناس اللي راهم اختاروا درك هما روسيا والصين الى غير ذلك. درك الجزائر مثل ما تعرفوا باللي راها خرجت من احتلال سنة 1962 حديث احتلال عسكري، ومثل ما دائما نقول لم تؤسس الجمهورية على أساس صحيح، بدليل هو أن الجزائر رغم ما حبها الله من ثروات باطنية ومن كنوز يعني ومن طاقات مختلفة، ومع ذلك راكم شفتوا الوضع في الجزائر مقارنة بالدول اللي كانت هي من ورانا مثل سنغافورة مثل ماليزيا مثل اندونيسيا مثل الامارات مثل دول الخليج يعني بشكل عام. والجزائر يعني لو ناخذ مثلا فقط وهران في وقت نتاع الثورة ونشوفوا الامارات في الوقت نتاع الثورة نشوفوا الفرق الشاسع، لكن الآن كيفاش نشوفوا وهران وكيفاش نشوفوا حنا الإمارات كمثال برك على جال باش ما نضلش نفصل. فإذن الإخوة والأخوات لابد هو أن الإنسان لما يتحدث في هذه القضية اللي الآن درك راه جاري حولها الحديث، درك لما أنا تكلمت عن الخطاب أنا نتاع أحمد طلب إبراهيمي وتكلمت على هاد الجماعة اللي راهم دركا وراء القيد صالح القيادة نتاع الجيش بشكل عام، لازمكم تاخذوا هذه المعطيات بعين الحسبان. يعني دوك الناس هذو اللي راهم دركا اقترحوا احمد طلب ابراهيمي كشخصية مش هكذاك برك من العبث، اختاروه ليس لسنه، خاطر كاين بعض من الناس شيخ صحيح شيخ صحيح، ولكن انت في ظل هذا المحيط انت الان درك راهو استهدف بوتفليقه، بوتفليقه مع من كان ومن هي القوه اللي راه كانت من وراء. يا هل ترى درك هذه فرنسا راح تبقى تتفرج فيك؟ يا هل ترى الامريكان راح تتفرج فيك؟ يبقوا يتفرجوا فيك هكذا؟ ما يبقوش يتفرجوا فيك، خاصه هو ان الناس تستعمل في خطابات وفي شعارات. شفتوا من الذي حدث في 90، بعض الناس الآن ما زالهم يكرروا في نفس الأخطاء اللي وقعت في بداية التسعينات. هنا جاي لكم وهنا نايضين وهنا رايحين وما راه موالو هكذا ريح في الشبك عياط بوريان، فهمت؟ شعارات والعياط واستعراض تاع عضلات مثل هذاك الديك هذاك اللي ينفخ في روحه ومن بعد والو، ما كان والو. هذه الدول هذه ما تبقاش تستنى فيك، هي تأخذ هذيك الشعارات نتاعك تأخذها مأخذ الجد وراح تتصرف معاك، ماشي راح تبقى تستنى فيك. شفتوا ما الذي حدث في تونس للغنوشي؟ شفتوا ما الذي حدث المرسي؟ كاين بعض من الناس اللي دوك راهم يتحدثوا على الانتخابات، انتخابات 4 جويلية. يا الإخوة يو المسألة ما هي تتعلق بالانتخابات، انتخابات راها وسيلة، ولكن لازمك انت اذا كنت سياسي لازمك انت تاخذ هذه الامور بعين الحسبان. عندك محيط راه داير بك، ليبيا مشتعلة، عندك مشاكل مع المغرب حبيت ولا كرهت موجودة قضية هذه نتاع البوليزاريو، عندك حدود لازمك تحميها، وعندك انت قوى راك راح تدخل معاه. انت دوك لما تقول انت فرنسا، راني قلت لك وراء الاتحاد الاوروبي، بالتالي انت درك لما انت راك رايح تستعمل المساله هذيك تاع الفطام هذيك تستعملها، وجد العوله تاعك، وجد العوله تاعك، ما لازمش تبقى انت تنتظر من فرنسا هو اللي راح تحن عليك، والله اللي راه معاها راح يمشيو معاها حلف راح يمشيو معاها. ولازمك تعرف باللي فرنسا ايضا عندها علاقه مع الامريكان وعندها ايضا علاقه مع الصين، لازمك تفهمها.
ولازمك تعرف باللي الروس هي ليست بوتين، وامريكا ليست ترامب، وفرنسا ليست واسمو ماكرون. هذه المعطيات لازمك انت تاخذها بعين الحسبان قبل ما تبدا تنفخ في الريش نتاعك. راه انت تعلن عمليه نتاع انفصال بينك وبين فرنسا، من حقك، ولكن لازمك تدير حسابات نتاعك. هو انك انت مباشره واش الوجد وجدت انت المدرسه في الجزائر، قال لك جماعه يلا نحيو الفرنسي نديرو لونغلي. عندك الاساتذه وجدتهم على مستوى 48 ولايه باش تقري انت الناس لونغلي. عندك الاساتذه وجدتهم باش انت تقري الناس لونغلي، ولا تروح تجيب دي زونغلي باش يقريو لك ثم، ولا دي زامريكان. يا هل ترى خذيت بعين الحسبان هذا الستملين الجزائري اللي راهم موجودين في فرنسا؟ راك مدخلهم في الراس تاعك، حطهم في بالك. هاد الكوادر اللي راهم موجوده في فرنسا، اطباء بالالاف راهم موجودين في فرنسا، خذيتهم انت بعين الحسبان تاعك؟ باحثين مهندسين في كل المجالات، درتهم عين الحسبان تاعك ولا غير هكذاك برك كلام وتصريحات وكذا بدون ما تقرا العواقب الكلام تاعك؟ اذا درك انت هاد الجماعه اللي راهم درك هما داخل الجيش، درك راهم هما يحاولوا على جلب باش هما قال ودي احنا درك هذا راهو خبط في اللقاء، حاول على جلب باش هو يستعمل الكاشين تاع خوه، وكان هو يتصرف وكان كذا وكان كذا، بالتالي درك هو راهو مخالف للدستور وراهو كذا، وحب هو راكم تشوفوا في خوه باللي راه مريض الى درجه كذا، وراهو يحب هو على جلب باش يدير 5 موندا وكذا والشعب وكذا وكذا. كاين اشياء اللي راها مقبوله منطقيا، راه الناس على بالها بها، ولكن كاين اشياء ما تقدرش انت تدخلها للمواطن في راسه، ما تقدرش تدخلها للناس اللي راهم هما يتبعوا في السياسه وعلى بالهم بهذه الامور. يا هل ترى جاي صالح ما كانش على باله؟ على باله، والقياده نتاع الجيش هذو راهم كانوا على بالهم. اوكي، جاتكم الفرصه دركا استغلوها، ما تدخلوش البلاد في حيط، لانه دوك راهو كما كنت نقول لكم انا كاين هناك صراعات راها موجوده، ولا اعتقد هو انه راه تخفى عليكم مثل هذه الصراعات. كاين بعض من الناس اللي هما شوفوا القايد صالح هو انه راهو راه الامارات وعنده فيلا، هذا كلام تاع واحد راسه فارغ، تاع واحد راسه فارغ، خاصه اذا كان حط روحه راهو سياسي. والله لا اعتقد هو انه هاد الناس اللي راهم في القياده نتاع الجيش تخفى عليهم مثل هذه المسائل. ولكن درك حنا المشكل اللي راه موجود درك هو انه الناس مع الاسف الشديد خاصة في الانترنت ولا سيما في الموقع نتاع الفيسبوك، ناس دون هو انه عندهم علم، دون هو انه عندهم معرفة، دون هو انه عندهم اطلاع، لا كيما نقولوا تعلق الامر بالسياسة ولا بالتاريخ ولا بالمعلومات ولا كذا، ومباشرة هو انه قالوا واش جماعة راهم يسبوا في احمد طالب الابراهيمي، سب معاهم جماعة راهم احمد طالب والابراهيمي راهم يشكروا فيه، اشكر معاهم. وتتحدث الناس في بعض المواضيع اللي هي من الصنيع نتاع هاد الناس اللي هما راهم يتربصوا بالجزائر. يا هل ترى هاد الناس اللي درك هما راهم في هذا الوقت وان انه الجزائر مستهدفة مثل ما كنت نقول لكم، ما هو الاولى؟ يا هل ترى هو انه الناس تجتمع على خيار، تجتمع على موقف، تجتمع على خطوط عريضة، هو أنه توحد الصفوف نتاعها، تكون هناك وحدة داخلية، وأنت يا سيدي تناور، هاي سياسة، تناور، راك أنت أمام مجتمع دولي، تناور، تخدم شوية مع الروس، وشوية مع الصين، وشوية مع الألمان، وشوية أنت قال تحاول منا ومنا على جلب باش أنت تخرج وتبني انت نهار اللي تبني جيش قوي، ويكون عندك انت شعب هاك تشوف فيهم. درك انا جبدناكم غير الفيديو هذا كمثال برك انت هذه المراقبه هذه تلاميذ، راح انت تتخلص من هذا
الجيل هكذا بسرعة، هذا الجيل اللي انت دوك الان هذا اللي راهو ضرب المراقبة، كيفاش راح يخرج لك غدوة درك هو؟ اساتذة راكم على بالكم بهذه المسألة بدون ما ندخل في التفاصيل، حتى والديهم يقتل بابا على جال باش راح يتفرج في ماتش، وهاكم تشوفوا فيهم كل الجرائم كل يوم راها تحدث. مجتمع ملائكي هذا والله، يخيرنا الجزائريين ونعرفوا بعضنا. كيفاش راح انت دوك بهذا المجتمع اللي راه قدامك، كيفاش انت راك راح غدوه انت تواجه ازمات مختلفه؟ هذو نتو الاتحاد الاوروبي ما راهمش راحين يقعدوا يتفرجوا فيك، هو انك انت دير دوله حسب المقاس تاعك، مثل ما راه من الناس يطرطروا نسمع فيهم انا شعارات هكذاك جوفاء هكذا. شوف المرسي وين راهو، الجمعه القادمه رانا في القدس، شوف وين راهو شعار تاع واسمو تاع 90 تاع انا جايين لكم، الدوله اللي جات في الطريق نديوها. نفس الان في 2019 راهم ناس يعاودوا فيها بشعارات واحده اخرى، هانا رايحين نجيو لهنا، هانا رايحين نحيو الفرنسي، هانا رايحين نقلبوها باديسيه وفنبريه، هانا كذا. ديرها بالافعال، ديرها بالافعال وبنيها على اجيال، ابني الاجيال ابنيها، ماشي تهضر انا رايحين نديرو انا رايحين نديرو. بعد الجماعه قالوا شي الاتحاد الاوروبي اي يلا سكر جد البنوك هذيك، جمد لهم الاموال، هيا روح روح دير مانيش عارف انا كذا. ايه عندك اموال، عندك مصالح، عندك جاليه راها موجوده في الخارج، هذه نتاع واحد بهلول، تا واحد ما عنده حتى علاقه بالسياسه، تا اشياء ما درتهاش وانت تقول راح ندير وراني راح ندير لكم وراح ندير لكم وراح ندير لكم، ولحقت حتى الناس وان انه صارت تقدم في تهديدات، يتحرك نحيوكم اسرائيل نحيوها من الوجود، ايا فرنسا نحيوها من الوجود. نفس الكلام اللي كنا نسمعوه فيه في التسعينات نتاع يلا فرنسا راح نقبروها، نفس الكلام اللي كنا نسمعوه فيه. وعارف درك باللي اصحاب الرؤوس المغلقه لما تقول فيها الكلام يقول لك انت تدافع على فرنسا وهكذا 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 وهكذا، دير السياسه لازمك تعرف روحك واش راك تقول، فهمت؟ راك انت راك راح تواجه دول ماشي راح تبقى تتفرج فيك، ما راكش راك قاعد في صحراء وحدك، ماكش في كوكب واحد اخر، راك في كوكب نتاع الارض، راك مع مجتمعات، ومثل ما كنت نقول عندك راه انت ذوق قوى دوليه. واش داروا الحماس في فلسطين؟ داو الانتخابات ولا ما داوهاش؟ واش داروا لها؟ واش داروا لتونس النهضه؟ واش داروا لها؟ دات الانتخابات ولا ما داتهاش؟ داتها. واش داروا الاخوان في مصر؟ وراكم تشوفوا راهم علماء، هم ديجا في السعوديه هم علماء، كاين منهم اللي راهم راحين يعدموه ان شاء الله ربي ينجيهم، فهمت؟ لذلك ما لازمش الواحد يستعرض العضلات تاعو خاصه مع هذه القوى الكبرى. اخدم انت اخوانا نلتف بلادي، فهمت؟ حتى كي نتكلم نتكلم كلام اللي هو انه انا ماشي نستعطف، ماشي نستعطف، نحاول هو انه نمرر انا المصطلحات نتاعي ولا الافكار تاعي نمرهم بذكاء. قال يا خويا حنا رانا حابين على جال باش الرئيس نتاعنا يداوي في الجزائر، حابين نديرو مستشفى نتاع فالدوغراس في الجزائر، كون عندنا امكانيات باش نديرو حنا مستشفى نتاع فالدوغراس في الجزائر ويداويو حنا المسؤولين نتاعنا في الجزائر. معليش اخويا نستعانوا باجهزه طبيه وراه المشكل، وبالك منا وجاي بالك نديرو أجهزة طبية نصنعوها حنا في الجزائر وراه مشكلة. نحاول هو أنه أنا نستعمل خطاب على جال باش أنت درك هادو مش راهم رايحين لك، أنت لما تخرج أنت تعلن قالها وخلاص وما على باليش بيك ومنا، تحمل المسؤولية نتاعك. تأكد هاني قلتها الكلام تاعي راه موثق، والله ما يقعدوا يتفرجوا فيك، راه الناس راه تشتغل. اذا كان الناس راه مش تستعمل في تصريحات او ما هيش تتحدث، ولكن تاكد
باللي تحت لتحت راه الناس تخدم كلها، اسرائيل الامريكان فرنسا راهم يخدموا. ولذلك احنا دوك الان شعب راهو برا، كاين ناس راهم تشوفوا في الانقسامات اللي راها موجوده نتاع عربي وقبيلي، وقلناها لكم منذ الايام الاولى تحدثنا عليها، ومنذ الايام الاولى تسجيلات راها مازالها موجوده. قلت لكم انا باللي لابد هو ان الانسان يفتح مجالات وين ان الناس تتحاور مع بعضها البعض، ما تدخلوش في مواجهه مع القياده نتاع الجيش، خاطر كاين بعض من الناس اللي راهم دركم يحرضوا ضد القياده نتاع الجيش. راك تخدم عميل بلا ما على بالك، قوى اجنبيه راها تتربص بالبلاد، انت راك تدفع للمواجهه، ومن بعد ينحيو دركم القايد صالح ولا الجماعه هذو ويجيبوهم جماعه واحد اخرين ويجيبوا لك ماريونات واحد اخر. درك هذو هما السياسيين بشكل عام، هذو خاصة من القادة والله بشكل عام، يعني هما متورطين في الفساد وعندهم ملفات عليهم، ملفات فساد أخلاقي أو فساد يعني مالي والله كذا، عندهم ملفات عليهم بارتو، ويتعامل الأجهزات تعامل مع بعضها البعض، وما عندهم مصالح. راهم درك هما عندهم مصالح في الجزائر، انت دوك راك حاب انت تنتقل من هذا النظام هذا باش انت تروح لنظام واحد اخر، لازم مرحله انتقاليه مثل هذاك. درك الانسان انت راك دير كسر، هو انك انت دير فصل. تخيلوا دوك مثلا نعطيكم امثله من الواقع، واحد تكسر، يا هل ترى هو دركا يتكسر في النهار يبرع؟ منطقيا ما كانش منها، غير لا كان ربي عنده معجزه، معجزه ربي هو يحب درك الجزائر في لحظه قال يقلبها كلها مسلمه، في لحظه يقلب الجزائر كاليفورنيا، في لحظه يقلب الجزائر ما على باليش انا كذا من الاحياء الراقيه ويقلبها كلها خضراء والناس كل في سن واحد والناس كل عايشه والناس كل لاباس عليها. ربي هو اللي عنده المعجزه. اما الانسان منطقيا موضوعيا مستحيل هو أن الإنسان يتكسر، يصاب بكسر ويدير له عملية جراحية ويبرى في نهاره. أنت قال واحد تكسر، راك راح أنت درت له عملية جراحية، رايح أنت باش يبرى هو باش يعاود يرجع يعمل للوظيفة نتاعو، ما نقولوش 100% نقولو ب80% برك تكسر، رايح أنت باش هو يبرى ويعاود هو يولي يخدم. لازم له وقت والله لهذه المرحله، نسميوها احنا مرحله انتقاليه، لازم له وقت، بحيث هو انه لازم له كونفاليسونس، لازم له ريديكاسيون، اعاده نتاع تاهيل، يبدا يدير هو شويه في سبور، يبدا يدير كذا على جال باش هو ينتقل من هذاك الوضع اللي كان فيه الى وضع واحد اخر، يبدا هو تدريجيا هو من بعد يولي يسترجع بعض اللياقه نتاعو ويبدا هو يخدم. ترك راح تغير نظام، مش انت راك تقول باللي راك ضد النظام تاع بوتفليقه والله النظام تاع العصابات والله، رايح انت في 4 جويه نظام واحد اخر، راك درت نظام واحد اخر، جبت شخصيه وهولك نظام واحد اخر وخلاص. خلاص حنايا رانا حنا مع فرنسا سي بون. لازم لك مرحله انتقاليه، هذه المرحله تدوم من عام لعامين. في هذه المرحله اولا انت مثل ما كنت نقول لك باللي راه عندك دوك الدول الكبرى راه دوك هي معاديه ولا راه هي تتربص، انت ما تعطيهاش الفرصه، ما لازمش انت تدخل في مواجهه مع القياده نتاع الجيش. اذا كان دوك القياده نتاع الجيش هي راه تقول لك باللي راه هي مع تغيير، واش هو الفرق بين الخطاب نتاع القايد صالح واحمد طلب ابراهيم؟ او كاين نقاط نتاع التقاء يلتقيو، راه كاين النقاط نتاع الالتقاء. اختلاف وين هو انه درك هذا القياده نتاع الجيش مش حابه هو انه يقولوا باللي ما مش حابين يخرجوا من الدستور، هو راه يشوف باللي المساله لا تتعلق بالدستور. راني قلت لك درك انا ترك تقول فرنسا وراهم الناس تتعامل مع فرنسا، واش من الدستور بقالك يا رجل؟
شو من دستور بقال فرنسا راك خلاص انت راك اعلنت الحرب عليها، وش من دستور تحكي عليه؟ لابد من شخصيه ثقيله اللي عندها وزن سياسي اللي هي تقود مرحله، وهذا احنا اللي اقترحنا. انا نقول منذ البدايه يعني لما كنا نتحدثوا على الانتخابات الرئاسيه قلت نحكي لكم، انا كنت نقول لكم باللي احمد طرب ابراهيمي راهو تقدم في السن، قلتها لكم، كنت نشوف انا باللي حمروش مازال الى حد ما عنده حيويه وعنده كذا، قلت لكم انا باللي يقودون شخصيه مرحله انتقاليه هكذا على جال باش حنا نمروا من هذا الوضع وتبدا انت تاسس لوضع واحد اخر، بحيث هو انه انت باش انت دوك تغير الولات، تغير انت رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر ورؤساء المحاكم، وتغير انت نظام باش انت تغير دوك تجيب الكفاءات، مش راح حنا دوك طرازي كلش، كاين الناس اللي راهم خدامين، كاين الناس اللي نزهاء، كاين الناس اللي ولات اصول ربما هما كانوا يخدموا في نظام متعفن ونظام فاسد، وانت راك راح تعطي لهم الفرصه على جال باش هما يحاربوا الفساد معاك، وبالتالي انت راح انت تضيق على هذوك المفسدين وهذوك الناس اللي هما كانوا يدمروا في البلاد، بالتالي ما تقدرش انت في فتره انت عام ولا عامين باش انت تقضي على كلش، مستحيل مستحيل موضوعيا مستحيل. مع الوقت راه دوك انت هذه الناس راه فرنسا عندها دوك من 1830 رايح انت دوك في 24 ساعه قضيت على فرنسا، صاي طهروا الجيش وصاري وطهروا العداله وصاي وطهروا كلش وخلاص، ما كانش منها. وهذا الناس اللي درك هما طيله قرن و30 سنه وهما راهم حاطين الجزائر تحتها، من المستحيلات السبع باش هما يتركوها هكذا ثمثم، مستحيل. عندهم درك الناس اللي راهم يخدموا معاهم في الوزارات المختلفه، في الجمعيات المختلفه، في الاحزاب المختلفه، في الداخل في الخارج، ومن المستحيلات باش انت دوك راك رايح تنتقل من هكذا النظام اللي كان تحت السيطره نتاع فرنسا، النظام اللي هو متحرر من فرنسا هكذا بين عشيه وضحاها، مستحيل. بالتالي لابد من مرحله، هو انك انت اولا ما تدخلش في صراع لا مع فرنسا ولا مع الاتحاد الاوروبي ولا مع اي دوله واحده اخرى، ما تستعرش العضلات نتاعك، حاولوا انك تعرف روحك يا خويا، معليش انت يخدم في الجيش، معليش انت كون، معليش انت حارب الفساد، معليش انت ضيق على هاد المفسدين وعلى هاد الخونة وهاد العملاء، ولكن دون استعراض عضلات ودون دفع الجزائر واسمو الصراعات اللي هي في غنى عنها. لازم الانسان كما قلت لكم هو انه شخصيه سياسيه يكون عنده وعي، تكون عنده علاقات دوليه، راه رايح هو يطمن الدول لما هو يترأس الجزائر، ومن بعد تبدا تدريجيا هو انه الجيش يعود للثكنات نتاعو، يعود للمهام نتاعو اللي هي حمايه الوطن، ومن بعد تبدا هذه الاجهزه من خلال التطهير نتاع هذه الاجهزه بمرافقه الجيش، نحن لن نقصي الجيش، ومن بامكانه هو ان يقصي الجيش غير الانسان اللي هو اعمى البصيره، لابد من مرافقه الجيش، ولكن الجيش هو نفسه يحتاج الى تطهير. لولا الناس اللي فاسدين داخل الجيش ما يبقى مستمر هذا الفساد، وتبقى هذه العماله حتى هو هذا وانفقتوا بوتفليقه، هذا وانفقتوا بالسعيد 20 سنه وين كنتوا؟ لذلك الاخوه والاخوات لابد هو ان الانسان ياخذ هذه الامور بعين الاعتبارات، والناس اللي راهم دركم في الحراك لازمكم تفهموا باللي راها كاينه صراعات موجوده، سواء صراع الهويه اللي راني تحدثت عليها في اسمه في وقت سابق، سواء الناس اللي هي ايضا تستعمل الخلط في هذه القضيه هذه نتاع الدول العميقه وتفهمها فهم زي، ويصير انه اي انسان قال هذا راهم الجهاز تاع المخابرات يلا تراك مع الدول العميقه، نو، حنا لما نتحدثوا على هاد الناس اللي هما خونه
والناس اللي عملاء والناس اللي فاسدين واللي الناس اللي هما كانوا يدمروا في البلاد. احنا لا نتحدث عن الشرفاء، لا نتحدث عن المخلصين، ولا نستعمل هذه القضية هذه نتاع الدول العميقة كقناع مثل ما راهم يستعملوا في مصطلحات واحدة أخرى. قال الزواف، قال المصطلح هذا نتاع الزواف يصير أنه كل إنسان قبيلي راه هو الزواف. لا، الزواف راه كاين معطى تاريخي، وكاين الناس اللي هما حتى إذا كان هما ما راهمش داخلين في هذا الجيش نتاع الزواف، لكن هما الأعمال اللي راهم يقوموا بها والله السلوكات اللي راهم يقوموا بها من خلال العمالة أو من خلال الطعن في المقومات إلى غير ذلك، راهم هما يقوموا بهذاك العمل، وراهم يهيئوا في الجزائر الاحتلال من خلال عدم الاعتراف بالعلم الوطني، من خلال اختيار نشيد واحد اخر، من خلال العداء للغه العربيه، العداء للاسلام، العداء للمجتمع الجزائري. حتى كي تقول له انت جزائري يقول لك لا انا مش جزائري انا. اذا لازم الانسان، ناس راهم خاوتك يصليوا معاك في نفس المسجد، حتى هما ما رحموهمش مسكن، يقول لك هذا انتو علي سيرفيس، ناس يحبوا العربية ويحبوا الإسلام ويحبوا الجزائر وناس وطنيين واسمو. صارت الآن درك الناس لصالح من انت تعادي بوشاشي، لصالح من تعادي انت كريم طابو، لصالح من هو انك انت تشيطن كل انسان معارض، زيطوط شوشان اي واحد لصالح من. لازم الناس يكون عنده وعي، نختلفوا، نختلف معاك، نختلف مع طابو، نختلف مع بوشاشي، نختلف مع شوشان، نختلف مع زيطوط، نختلف مع ورا المشكلة، ما كان حتى مشكلة، لكن الجزائر تجمعنا. لازمنا نفهموا باللي رانا في سفينة واحدة، إذا كان غرقت نغرقوا كامل مع بعضنا. لذلك ما لازمش الإنسان هو أنه يدفع للمواجهة. كاين الحمد لله راها فضاءات، وحتى الناس اللي راهم في الدولة يا خويا حاولوا أن تتفهموا بعض الأمور، حاولوا أن تتخذوا بعض الإجراءات، حاولوا أن على بالنا باللي راهو كاين ضغط خاصة من هذ الناس اللي راه تخرج. يا صاحبي انت دوك الناس تخرج، انت تشوف انت في الشرطي عنده مسكين شهرين ولا ثلاثة شهور ما روحش لدارهم، وقاعد هو ثم الليل مع النهار راهو يحرس طرواويت كما يقولوها، ومن بعد تجي انت يا واحد يسب له مو ولا يسب له خوختو ولا والله يسبوه هو والله كذا. يصبر، يصبركم تعرفوا الجزائريين الصبر تاعهم، يصبر من بعد ينفجر عليك. لذلك لازم الناس الإخوة تفهموا باللي المواجهة والاحتكاك سواء مع الشرطة أو مع الدرك أو مع الأجهزة المختلفة راها رايحة فيما بعد هي تعطي الفرصة لهذ الناس اللي راهم هما يحوسوا على الانقسام، يحوسوا على جلباش هما، تعطى لهم الفرصة على جلباش هما يعاودوا يتموقعوا ويعاودوا أنه يديوا الجزائر ربما القرن واحد آخر. جت فرصة تاريخية ما لازمش تضيعوها. أنا من رأيي هو أن تؤجل هذه الانتخابات مثل ما قلت في تسجيلات سابقة إلى الموعد نتاع نوفمبر، وحاولوا، أنا مزني مقتنع بهذه الفكرة نتاع عقد نتاع المؤتمر، مؤتمر في الداخل وفي الخارج، ومن بعد في هذا المؤتمر يشاركوا هاد الناس اللي راهم في الحركة على مستوى 48 ولاية، وسيدي تتفق الناس على حكومة نتاع وحدة وطنية، وتتفق الناس سيدي خلي نقدموا قال مثلا مجموعة نتاع 4 ولا 5 من الشخصيات الوطنية، ومن بعد الشعب اللي راهو قال مثلا واسمه انتخب عليه يكون هو رئيس. عمل يكون عمل جماعي نتاع 4 ولا 5 من الشخصيات الوطنية اللي عندها سمعة ماهيش متورطة في الفساد، ما عندهاش العمالة لهذه الدول، والله شخصيات وطنية تتعاون الناس من أجل علاجل بشية ترسي جزائر جديدة وتخدم الناس واحدة واحدة. أما هذيك الاستعراض تاع العضلات والركوب تاع الرأس راهو مدي الجزائر مديها للحيط. أتمنى هو أن رني أفدتكم بهذه المداخلة، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير.